اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. معانا بقى على التليفون في فتوى طلعت من دار الافتاء انه يجوز لاصحاب المهن الشاقه كالمزارعين والحمالين والبنائين والذين يبذلون مجهودا شاقا الافطار في شهر رمضان. معانا استاذنا ومعلمنا الدكتور سعد الدين هلالي. دكتور سعد مساء الخير. مساء النور. كل سنة وانت طيب. وحشنا دكتور. كل المشاهدين والمشاهدات بخير ويا رب يعود عليهم الايام باليمن والبركات يا رب. يا دكتور هل لديكم تعليق على هذه الفتوى؟ واحد من حق من تأهل للفتوى ان يفتي، والفتوى عبارة عن رأي يخص صاحبها. تمام. الذي يلتزم بها هو مصدر الفتوى ديانة، يعني لا يجب على من استمع الفتوى أن يلتزم بها، وإنما عليه أن يتعقلها. تمام. وأن يستوعبها. فإن ارتاح قلبه ليها يبقى قلبه هو سيد قراره، لكن تمام. مصدر الفتوى هو المجتهد، المجتهد يلتزم باجتهاد نفسه. تمام. هذا ما استقر عليه العمل، وكل النصوص القرآنية والنبوية تحقق هذا المعنى لتسييد الإنسان. كل بني آدم سيد. الفقيه استنبط رأي، الرأي يلزمه، لكن هو قدمه اختيار، وخيار الناس، الناس قبلته قلبها ارتاح، هتعمل بيه بناء على قناعة قلبها. تمام. أنا بقول الكلام ده ليه يا زحمود؟ نعم. علشان أصحح خطيئة شائعة موجودة، وهي ارميها في رقبة عالم واطلع سالم. صحيح. لا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، محدش هيغني عن حد شيء في القيامة. تمام. فلازم اللي عقله في راسه يعرف خلاصه. طيب. كل واحد فينا لازم ضميره وقلبه يحكمه. لكنه رأي أعتقد أنه رأي ليس جديدا يا دكتور سعد، يعني رأي يعني موروث من التراث الإسلامي. الأراضي قيلت منذ القدم يعني. والله ما ذكر في كتب الفقه الأمر الذي يتعلق، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالعمل الشاق الذي يبلغ بصاحبه حالة المرض، لكن العمل الشاق الذي لا يبلغ بصاحبه حالة المرض فكيف تكون ذريعة أو رخصة للفطر؟ نحن نتبع النص، والنص يقول، يعني شوف آيات الصيام ثلاث آيات وراء بعض من أجمل الآيات. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. شوف الآية الأولى قبل أيام معدودات بتطيب خاطرنا وبتقول لنا الصوم عليكم فرض، مش انتوا لوحدكم، كل الأمم السابقة كان الصوم عليها فرض. كويس. فلعلكم تتقون، لأن الصوم بيخلي الإنسان ينكسر أمام نفسه فبينتصر على نفسه. طيب. فهذه هي التقوى، إزاي الإنسان يبقى تقي، يبقى مخلص. تمام. بنفسه. تمام. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية. بس. يعني يطيقونه. تمام. ظاهر النص بيقول الذين يطيقونه أي يستطيعونه. هذا هو ظاهر النص. فهل ظاهر النص يدل على إن الشباب اللي قادر يصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين جنب الخيار؟ هذا تفسير. هذا التفسير قيل بأنه نسخ. إذن لا لا دكتور سعد معلش، دكتور سعد نحن منذ صغر يعني نسمع أن كلمة يطيقونه معناها لا يطيقونه. أيوه هذا التفسير الثاني. ده التفسير يعني في تفسير بيقول يطيقونه. طب اللي يطيقونه فدية ليه يا دكتور؟ ما أنا قالوا إن الآية نسخت. ما هو أنت لازم يعني إحنا كون لا يعني النص القرآني وعشتها. معلش يا دكتور خدني بالراحة. النص القرآني بيقولوا على الذين يطيقونه فدية. أيوة. يعني فدية يعني مش هيصوموه. مظبوط. يبقى ازاي يطيقونه فدية؟ قول انت بقى النص. هل ربنا ينسى؟ سبحان الله. طيب وما كان ربك ناسيا. لا صحيح. ربنا قالوا على الذين يطيقونه فدية. تقوم سيادتك تحط لي لا يطيقونه وتجيب لي حرف لا وتضيفها وتقول هو ده المراد؟ حقك، بس حقك تنسبه لنفسك، حقك تنسبه لنفس وتقول انا اللي مش مستوعب افهم يطيقونه على انه الشباب القادر على الصوم يطيقونه فدية.
يعني إذا من حقه يصوم أو من حقه يفدي. فأنت اضطريت يا إنسان بصفتك مؤمن بالله وتقول لا 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 أنا مش مستوعب كده. أكيد هنا في حرف لا ناقصة، هذه ليست ناقصة في كتاب الله ولكن ناقصة في الدلالة، فأنا بضيفها. زي مثلا في قوله سبحانه أقسم بيوم القيامة، هل معنى ذلك أن الله لا يقسم؟ ما هو أقسم. صحيح. فإذا يمكن أن أقول لا أقسم يعني أقسم. طيب. ودي من وده أكيد موجود في اللغة العربية. طبعا أنسب هذا التفسير نفسه. طيب. على هذا الأساس عايز أقول لك يا أستاذ محمود، ابن عباس رضي الله عنهما قال الآية ديت روايتين عنه. تمام. رواية بتقول إن الآية منسوخة، انساها خلاص، تقرأها لتعبدا ولكن لا تعمل بها. طيب. عملا بأن يطيقونه يعني يستطيعون. طيب. ولا يطيقونه. الرواية الثانية بقى بتقول الآية مش منسوخة ومرادها لا يطيقونه، وفسرها بالشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع. من الذي فسر هذا؟ الإمام سيدنا عبد الله بن عباس. الروايتين عنه، الروايتين عنه. فسيادتك احنا بننشر علم مش بننشر تعليمات ولا كهنوت. الفرق بين الخطاب الديني الكهنوتي والخطاب الديني التعليمي او الفقهي ان احنا بننور الناس وبنفتح آفاق. بتجد الآية فيها دلالتين او ثلاث دلالات، ده افضل من ان انا احسم لك القضية واقول لك دلالة واحدة واخلي الناس استنبى على فهمي انا وثقافتي انا. هل يرضيك؟ طيب. ان اصبغ المصريين بثقافة فلان؟ لا لا. إذا من حق المصريين يبقوا أسياد طبعا، يسمعوا الرأيين وكل واحد منهم باعتباره. طيب. هنا دكتور سعد، هنا دكتور سعد سؤال، وعلى طبعا. الذين يطيقونه حين نعتبرها لا يطيقونه. أيوة. فدية طعام مسكين. أيوة. طيب، يعني الشيوخ بعض المشايخ العلماء الأفاضل حددوا اللي ما يطيقوهوش بفلان وفلان وفلان، الحامل والجوزة والشيخ الكبير وكذا. دلوقتي ممكن يجي مع العلم تفسيرات جديدة، يعني مع العلم الديني، يعني انه ممكن يكونوا كذا وكذا وكذا لانه القرآن سبها متسعة جدا. بس بدل ما تقول ان الذي سيفسر واحد من الناس او جهة معينة، قول ان الخطاب موجه لكل بني ادم ومن حق كل بني ادم يقول انا ممن لا يطيق او انا ممن يطيق. انا مش من حقي انا اتدخل فيك يا وزير محمود واقول لك انت عملك مجهد افطر، لا، سيادتك اللي قرر لنفسك. تمام. وعلى الذين لا يطيقونه بهذا التفسير. تمام. وعلى الذين لا يطيقونه فدية. تمام. إذن كل انسان لابد ان يكون سيدا وياخذ طيب. قرار بنفسه. الآية التالية مباشرة فرض بس قبلها عفوا قبل ما ننتقل الآية التي بعدها، لابد ان اقول ان امام مالك رضي الله عنه يرى بأن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه فدية المنسوخة حتى بهذا التأويل بالآية التالية لها. أيوة. وقال بأن الذين لا يطيقونه لا صوم عليهم ولا فدية، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكبار السن على قول مالك الذين يعجزون عن الصوم لا صوم عليهم ولا فدية. الله. ولكن أكبر. جمهور الفقهاء غير المالكية قالوا لا، عليه الفدية، عملا برواية عبد الله بن عباس لا يطيقونه بهذا التأويل، أي الكبير السن والمرأة الحامل والمرضع. والإنسان أدرى بظروفه والله يعلم السرائر. أما الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم فليصم، أمر بقى هو. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاص. هذه الآية الثالثة دي ما ذكرش الذين يطيقونها. خلاص بقى، ده فرض ورمضان وتحديدا وشهر كامل ومفيش كلام. فلهذا قالوا ان هذه الآية الثالثة دي نسخت الآية التي قبلها. طيب، هل كبار الفقهاء المقتنعين بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم اقروا ان الآية منسوخة؟ الذين قالوا لا، رأيين ايضا طبعا، زي الامام مالك قال بنسخها، ولكن المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي قال ليست منسوخة وانما هي لكبير السن.
يعني الامام الشافعي، انا ما اعرفش الحقيقه، اعرف من حضرتك مقتنع أيوة بالناس كل احمد؟ لا الامام الشافعي طبعا مقتنع طبعا جمهور الفقهاء في المذاهب الاربعه مقتنعين بالناسخ والمنسوخ. كويس، انا معلومه بالنسبه لي جديده، كل اربعه مؤمنين بيها المذاهب الاربعه، ومع ذلك الامام الشافعي قال دي مش منسوخه. قال دي مش منسوخه، والامام مالك قال منسوخه. يعني اذا قال مش منسوخه، ويترتب عليه ان كبير السن عليه فديه. ليه بقى؟ مش ضروري كبير السن بقى، احنا قلنا بقى اللي مش قادر ما يصومش. صحيح صحيح، يعني هو ادرى وربنا اعلم بالسرائر، ما فيش حد غيره يعلم بالحاجات ديت. احسن، صحيح، فهو وربنا بقى. صح طبعا، وهو حتى سبحانه وتعالى الصوم فانه لي كل انسان مؤتمن على دينه. طيب يا دكتور سعد، هذا ما ننادي به. نعم، تشكرك وبارك الله فيك، كل سنه طيب وسنه سعيده عليك وعلى اسرتك وعلى امه المسلمين جميعا ان شاء الله. اراء، اسمع، فكر زي ما ربنا قال لك، فكر، خليك بني ادم صالح. يعني ايه؟ يعني بتفكر. دنيا زحمه وهيصه، وهنا عناوين وهنا حكايات وهنا كلام، وعلى القهوه كلام، زي ما قالت الست طيبه كده طلعت في التقرير بتاع سلمى عزاز، وقالت ما تخبطوا في بعض، وناس بتموت وناس بتصحى ومشاكل ومش عارف بنزين وحكايه، الدنيا عامله هيصه هي كده. ما تنولش منها الامل غير بعد صد ورد وجع مخاض، هي كده. بس ايه؟ لو انت مش هتفكر هيبقى عندك مشكله كبيره. اوعى تسلم مخك لحد ابدا زي ما بيقول الدكتور سعد، ولا اي حد، ولا ربنا خلقهولك انت. وانت تفكر انت عندك مشكله دلوقتي، النت في كل المعلومات، عندك مشكله اسال، في تليفونات في كل الجهات تسال تاخد منها معلومات، تاخدها كده وتسلم؟ لا، لازم نفكر، لازم عشان تبقى مواطن صالح. انا بسعى ده ان الواحد يبقى، عشان يبقى مواطن صالح لازم نفكر. وانت خاف انك تفكر؟ لا، ما تخافش انك تفكر، لانك انت لو بقيت مواطن صالح وفكرت، يقوم المواطن الصالح مين اللي يتولاه؟ الرئيس، رئيس الوزراء، الملوك، الامراء؟ لا، الله يتولى الصالحين. عايز حد اكتر من كده؟ عايز حاجه احسن من كده؟ المولى عز وجل هو اللي قال في سوره الاعراف يتولى الصالحين. الصالح مش بس اللي بيخش الجامع ويخش الكنيسه، لا، الصالح اللي مهتم بالحياه ومشارك وموجود ويقبل او يرفض، ويقبل او يرفض، ويشتغل دماغه. لازم نشتغل، لازم شويه كده شويه، معلش بس يعني